خدام فاش مزيان يلا تعاوني في المصروف. قال لي واخا خدام ما غنعاونكش، دوك الفلوس يلا يقدوني. وفي الاخر ما قدرت نقول ليه والو. قال لي انا ما مساليش دابا، حتى من بعد نعيط لك. بقيت كنتسنى ساعه وساعتين والو. تفرجت في فيلم ونزلت لتحت نشوف الدار. تحشينا وكل مره كنطل على التليفون والو. تعصبت ديال بالصح، طلعت لبيتي ومشيت نعس وطليت لاخر مره على التليفون. كان عندي امل يكون صيفط ليا شي مساج، ولكن والو. وصلت لوحدة ونص ديال الليل وقلت حسن ليا نعس. فقت على صوت التليفون، جاوبت وقال لي انا قدام الباب. حليت وقلت له شنو كدير هنا، كيفاش عرفتي الدار؟ قال ما غتخلينيش ندخل. قلت ليه قول لي كيفاش درتي، راك صدمتيني. ياك ما شافك شي حد، ناري مشيت فيها. ياك ما كان شي حد برا، شافوك الجيران. وعلاش؟ قاطعني وقال والله يهديك خليني ندخل، الى بقيت برا كل شي غادي يشوف. ما قدرتش نتحرك من الصدمة، حليت ودخل ومشينا لبيتي. حسيت بحالي شحال هادي ما شفته، جاني مبدل بزاف. قلت لي كيفاش جيتي؟ قال ما صعيباش. وجلس فوق الناموسيه وحيت صباطو وتجبد بحال الدار زعما راه ديالو. قلت لي كيفاش ما صعيباش، منين جبتي العنوان؟ وهو يقول من الوراق ديالك اللي في الدار. قلت له امتى جيتي للمغرب؟ يا قلتي لي كنت برا. قال جيت اليوم. وفي بلاصه ما ديري لي استجواب اجي ديري لراجلك شي مساج. قال هو وهو كيضحك شويه، بقى كيشوف. وهاد المره ما حيدش عينيه عليا وانا كنقول مالو. عاد تفكرت شنو كنت لابسه، حشمت وجاتني السخفه. جريت التيشيرت لتحت باش يولي طويل. قال اجي لهنا. قلت ليه لا. وهو يقول شحال من كيلومتر ضارب على قبلك وكتقولي لي لا؟ قلت بلاتي حتى نمشي نلبس شي حاجة. وهو يقول لا بقاي هكذا. قلت لا حشومة. وهو يقول دابا واش غتجي تجلسي حدايا بحال الناس المتحضرين، ولا غنجيبك بطريقة أخرى؟ وتبديت تبكاي عاوتاني. تخلعت، عرفتو غادي ديرها. مشيت بشوية وجلست حداه وانا نقول له علاش جيتي؟ وهو يقول حيت انتي ماشي من النوع اللي كيهضروا معاه الناس باغ ميساج، شفتي كون كنتي واضحه كون كاع ما نجي. قلت شت هدر بشويه لا يسمعونا. قال خليهم يسمعوا. قلت له كتضحك عليا ياك. وهو يقول دابا قولي ليا اشنو كنتي باغا تقولي. قلت صافي ماشي دابا. اصلا حتى حاجه ما مهمه. بقى كيشوف فيا وكيضيق عينيه. وهو يقول اللي بغيتي، نيت حتى انا عيان وما فيا اللي هضر، يلا نعسو. قلت نعسو؟ وهو يقول شنو ناويه تجري عليا؟ قلت لا ماشي هكذا، غير ما تنعش حدايا. قال لي بالطبع، شكون قال لك غنعس حداك؟ فرشي ليا في الارض. الله على راحه. قال خليني نعس حداك ونجاوبك على اي سؤال بغيتي. اش قلتي؟ انا سمعت غير ديك نجاوبك على اي سؤال بغيتي، لقيتو عرض مغري بزاف. قلت لي ولكن بشرط نعس وتجمع يديك. قال واخا. جر الفراش وتخشى فيه. بصراحه ما كنتخيلش راسي نعسه مع شي راجل، واخا ما كندير حتى حاجه حرام حيت مزوجين، ولكن غير كنتفكر السؤال وكنفرح. قلت غنسولو ذاك السؤال اللي كيدور في راسي من اول نهار شفته. تخشيت في الفراش ونعست على جنبي مقابله معاه، حاولت نبعد ما امكن. تقابل معايا وابتسم ليا وانا نقول شكون دار ليك هكذاك؟ قال كنت عارفك غدا تسولي هذا السؤال. وانا نقول ايوا جاوبني. قرب حدايا وهو يقول خويا. قلت لي شنو؟ قال خويا هو اللي دار ليا هكذاك. قلت لي كتهضر بالصح، علاش؟ علاق بالفلوس. انا ما بقيت فاهمه والو. هو ماشي ديما كيكون على استعداد يهضر على راسه. حطيت ايدي على وجهه
وقلت له عاود لي من الأول. قال كيف ما قلت ليك من قبل، الوالدة ديالي فرنسي والوالدة ديالي مغربية، سميتها فاطمة الزهرة، هي المرأة الثانية ديالو بعد ما طلق الأولى اللي كان مزوج بها، وكان عنده مع المرأة الأولى ولد اللي هو خويا الكبير، كبر مني بتسع سنين. ملي تزاديت وهو حاقد عليا، وفاش كبرنا الوالد مرض وكان خاصو يستقل من الخدمة ويعين واحد من ولاده في بلاصتو، كان غيعين هنري حيت هو اللي كبر مني، ولكن ما قدرش يعطيه المسؤولية لحقاش هنري مدمن على الكحول، نص ديال حياته مدوزها في البيران، الخدمة ما كيجي ليها غير في المناسبات. داكشي علاش الوالد ديالي عيني رئيس مجموعة الشركات، ومن داك الوقت أخويا كيدير اللي في جهده باش نتخلى على المنصب، ووصلت به الوقاحة باش يهددني بالوالدة حيت مريضة. قال لي بلي ما عندي ما ندير هنا، أنا دخيل على العائلة والشركة، وأحسن حاجة نديرها هي نرجع لبلادي. داكشي علاش خطفني وحاول يقتلني، فبقاو حابسيني شحال وما كنتش عارف راسي فين، حتى فقت ولقيت راسي في ديك الغابة. كان كيحساب لي مازالين في فرنسا حيت هي فين كنت، ما عرفت ما ندير ولا ما نقول. من بعد هادشي اللي عاود ليا، هادشي صعيب تيقول واحد، واش الناس يمكن توصل بيهم الدناءة حتى يديروا هادشي على قبل الفلوس؟ وهو يقول شنو بالك؟ قلت هادشي بحال شي فيلم صعيب بزاف، يا قلتي لي ما ساكنش في فرنسا؟ وهو يقول مقر الشركة في أمريكا، انتي أول وحدة كنعاود ليها هادشي، ما موالفش نعاود على راسي. خدا يدي وبهزها. قلت ليه شنو غادي تدير دابا؟ غتبقى مخبي؟ قال لا، هاد الوقت اللي داز كله وانا كنجمع في الدلائل اللي كتبت بلي خويا هو اللي دار هادشي ليا، ما ناويش نديكلاري بيه، كيف ما كان الحال كيبقى خويا، خاصني غير نبين الواليد اش كيسوى. قلت ليه وعلاش تزوجتي بيا؟ ضحك ودار نعس على ظهره وقال عجبتيني. قلت ليه علاش؟ وهو يقول مختلفة على البنات اللي عرفت. قلت شوف انا مازال ما متيقاش هاد الشي، ياك ما كتفلى عليا. وهو يقول وعلاش غنتفلى؟ انا كنبغيك الاميرة ديالي. اخيرا قالها، قال لي كيبغيني. قال دابا انا اللي غادي نسول. قلت له سول. وهو يقول باش كتحسي من جهتي؟ قلت ما عرفتش. قال كيفاش؟ قلت صعيب نوصف. خديت ايدو حطيتها على قلبي وقلت شوف قلبي شحال كيضرب، وبدا كيضحك بالجهد. قلت شت غتفضحنا، واش نسيتي راسك؟ وانا نقول شوف شحال في الساعه خلينا ننعسو. جريت الغطاء ونعست فوق صدره، احساس زوين بزاف، وكنت خيل الا عرف شي حد باللي كاين عندي هنا في بيتي اشنو غادي ندير. زدت التخشيط في صدره وقلت حتى الصباح ونفكر، دابا ماشي وقت التفكير. كانت اكثر ليله نعست فيها مرتاحه في حياتي، فاش حليت عينيه في الصباح توقعت باللي غنلقاه مشى، حيت وليت كنتوقع منه اي حاجه، ولكن حسيت بشي حاجه ثقيله فوق صدري، كان راسه كان ناعس ومتقل عليا، ناعس بحال شي بيبي. ومشيت للكوزينه، الحمد لله ما كاين حتى حد، كلهم مازال ناعسين حيت مازال الحال. رجعت وما لقيتوش في البيت، وقلت صافي خاصني نلقى شي حل باش نواجه عائلتي، اكيد ويليام غادي يعجبهم وما يلقاوش حسن منه. ما بقاتش في هاد الشي، بقات في الزواج الغفله اللي درنا، حتى حد ما غيطيق باللي غير قالها لينا راسنا وتزوجنا، كلهم غيشكوا فيا، وانا اخر حاجه نتحملها هي يمسوني في شرفي. عمرني درت شي حاجه نحشم عليها. دوزت سيمانه مع عائلتي، خصوصا داك النهار في الجوال وبات معايا، ومشى الصباح بكري حيت مازال مشغول مع القضيه ديال خوه، حياته ما سهلاش، وخا الوقت كله كيبان راشق عليه، هو من النوع ديال الرجال اللي داير بحال الحديد قاصح، ما كيبينش شنو الداخل ديالو، وخا يكون كيموت. رجعت لأكادير ورجعت للروتين والقراية والخدمة، دابا وخا وليت مزوجة ولكن ما بدلت والو في حياتي. فاش دخلت للدار حسيت بها خاوية بلا بيه،
تفكرت فاش أول مرة دخل لهنا، وتفكرت فاش جريت عليه، وتفكرت فاش كنا كنتفرجوا في الفيلم وكنضحكوا. إيمتى غيسالي هاد المشكل اللي عنده ونعيشه بحال الناس؟ داك خوه ما مزيانش، ولكن أحسن حاجة دارها في حياته هي فاش خطف ويل وجابه لهنا. كون ما دارهاش عمرنا نتلاقاو. دازت ليام وحيط لي ويل وقال لي وجدي راسك وقولي لداركم راجلي جاي يخطبني. قلت له كتنزع ليا، وهو يقول لا بصح علاش، وانا نقول له غاي تقلقوا عليا بزاف فاش يعرفوني تزوجت بالاخبارهم، غاي حساب ليهم غير درت شي حاجة واضطريت نتزوج راك عارف. قال وشكون قال لي قولي ليهم تزوجنا؟ قلت له كيفاش، وهو يقول قولي ليهم جاي واحد الراجل يخطبني وصافي ماشي ضروري يعرفوا. هدرت معاه وقلت لي راه هدرت مع ماما وراها فرحات وقالت لي مرحبا بك، ونسيت قاعدك القضية ديال ياسين. شاف الميساج وما جاوبش، بقيت كنتسنى حتى اتصل بيا. قلت الو. قال شكون ياسين؟ شحال هذا ما سمعت هذا الصوت، كيبان مختلف في التليفون. واخا هذا ماشي وقته، ولكن ما نقدرش نحبس هاد الافكار من انهم يدوزوا في راسي. غير من هاد الجوج كلمات اللي قال بديت كنترعد. ما كنحملوش فاش كيهضر معايا هكا حيت كيخلعني. قلت انا غدا نشرح ليك غير ما تعصبش، ماشي بحال اللي كيحساب ليك. قال انا ما معصبش، يلا هضري. وانا نقول له واحد الراجل؟ لا دري ماشي راجل، اوف بحال زعما صغير. داك النهار فاش مشيت للدار قالت لي ماما باللي هدر معاهم وقال ليهم بغي يخطبني. وهو يقول ويل بغي يخطبك مزيان بغافو. قلت بلاتي نكمل ليك. قلت ليها باللي انا ما بغيتش نتزوج وصافي، من داك النهار ما جبداته. وهو يقول وعلاش خبيتي عليا؟ قلت ما خبيتش عليك، كنت غادي نقولها ليك ولكن ما جاتش الفرصة. فاش جيتي عندي داك النهار دوزنا وقت زوين وما كنتش باغيه نخسر الجو، فهمتي؟ كنت كنهضر بواحد الصوت رقيق وكيتقطع بالخلعة، وهو كيهضر بصوت واثق ما فيهش حتى لمسة ديال الضحك او لا الرقة، باقي معصب. وهو يقول اوكي صافي فهمت. ما قدرتش نفهم وزع ما كيقولها غير هكذاك ولا بصح ما بقاش معصب. قلت واش تقلقتي عليا؟ وهو يقول اها. قلت له علاش حرام عليك اش درت؟ وهو يقول ما تقلقتش حيت جا بغى يخطبك، حيت خبيتي عليا وعدتيني ما تخبي عليا والو، كيفاش غنثيق فيك دابا؟ قلت عافاك سمح ليا والله ما نعاود. قال كنتمنى. وانا نقول صافي راه حلفت، اصلا حتى حد ما كيهمني من غيرك. وهو يقول بصح، وقالها بصوت حنين. قلت اه بصح. وهو يقول زي زفونة، قولي باللي كتبغيني. قطعت عليه غادي يكون تعصب، حشمت نقولها غدا نكتبها ليه حسن. وقال لي باللي نهار الجمعة غادي يكون عندنا. شديت الطريق لكازا حيت اليوم غيجي راجلي يخطبني من دارنا. ماما هدرات مع بابا وكل شي فرح وكل شي كيوجد، كنحس براسي غدا نطير بالفرحة، ولكن فيا الخلعة بحال أول مرة غدا نشوفه. درت الماكياج وفاش دخلوا عندي البنات بقاو حالين فمهم وما عرفش شنو غادي يقول ويل عليا. كل شي وجد، الحلوة وداك تخربيق وجدوه هما، ويل غادي يجي مع ماما وباباه ما قدرش يجي حيت مريض وما يقدرش يسافر. وصلت العشية وما بقى ليهم والو يوصلوا، قلبي كيضرب. وفي هاد اللحظة سمعت صوت البورتابل كيصوني. قلت وأخيرا فينك علاش تعطلتي؟ وهو يقول على الأقل سلمي عليا. قلت له وصلته؟ قال لي آه لا وصلنا وها احنا في الطريق. داز شوية ديال الوقت حتى كنسمع توت شي طوموبيل جاية كدير الكلاكسون ديال العراسات، وقلت لا ما يمكنش يكون هو. كنسمع صداع لتحت ديال الناس كيهضروا ويتسالموا. شوية الباب تحل بالجهد وقاع البنات اللي كاينين في الدار، خواتاتي بنات عمي وبنات خالي كل شي تزاحم عليا.
وكل شي كيسول منين دبرتي عليه. شوية دخلت ماما وقالت زي زفونا اجي نزلي سلمي على الضياف. ما عرفتش كيفاش ماماها غدا تكون، يا ربي تكون طريفة. حيد داكشي اللي قال على خوه شوشني. نزلت مخلوعة وحشمانة في نفس الوقت، غير دخلت وبدات ماماها كتقول ما شاء الله تبارك الله. اجي يا بنتي قربي جلسي حدايا. قربت بشوية وسلمت عليها. من اللي جلسنا قال وين كيف ما قلت ليك عمي، انا والوالدة ديالي جينا نخطبو زي زفونا، ومعايا غدا تكون اسعد انسانة في الدنيا، وانا قابل قاع على الشروط ديالكم مسبقا، واللي بغيتوها هي اللي غدا تكون. قال ليه بابا قول لي يا ولدي فين شفتيها، ما بغات تعود لينا والو. وهو يقول في الغابة. خرجت عينية وقلبي كان غادي يسكت. زعما الجردة كانت في الجردة مع صحاباتها وشفتها وعجبتني وهدرت معاها. قال ليه بابا كيف ما كتعرف زي زفونة بنتي ربيتها باش عمرها تخلى على قرايتها، حيث هي اللي غادا تدوم ليها. وهو يقول وانا عمري ما غادي نمنحها. بقاو كيتناقشوا مدة حتى كنسمع بابا قال ايوا احنا واخا نوافقوا الكلمة الاخرى ديال البنت. اش قلت يا بنتي؟ يلا بغيت نقول موافقة. وتفكرت باللي العروسة خاصها تسكت. جاني راسي بحال غدا نمثل. ابتسمت ليهم وخرجت وسمعت الزغارير. حسيت بإحساس ما كيتوصفش، كل شي كان فرحان بينا. دوزنا عرس زوين، الحب زوين بزاف إلى لقينا الشخص المناسب. كان صدفة في حياتي، وصدفة كانت خير من ألف ميعاد. أول وآخر حب. عمرني تخيلت بلي غدا نبغي شي راجل لهاد الدرجة. وهذه هي القصة ديالي كيفاش تعرفت على راجلي.